يا ساتر والله مو طبيعي. طبعا اتكلم الحين بين الشوطين، باقي الشوط الثاني توي يبدا، لكن بتكلم بكل امانه اللي ما شاف مباراه اصلا لا يمحون مباراه. تخيل الدقيقه 37 نتيجه 0-0 بين الهلال والخلود، انتهى الشوط الاول 3-0 للهلال. تسالني كيف، تسالني شلون، ما ادري والله. اني انا نفسك يا عزيزي وانا تابع من لخم شو قاعد يسوي جسس مع نادي الهلال. تخيلوا معاي لودي نجم الشوط الاول خلص كوره قبل الهدف الاول، هو اللي شات الكوره وجت بالعارضه بعدين كملها كوليبالي. كل شيء قاعد يسويه الهلال يؤكد ان كل شيء متطور في نادي الهلال، حتى لودي اللي ما كان يبونه جمهور الهلال الحين اصبح نجم الفريق بكل امانه، احد نجوم الفريق. وانا متاكد انه حبه حبه اذا جتها الثقه لودي بيكون احد نجوم الفريق خلال الموسم كامل، وليس مباراه ولا مباراتين بالفتره الحاليه بس. طبعا يا جماعه اللي ما شاف الاهداف، انا نزلتها ومتفاعل كثير وقاعد اصور بالبرنامج راس فركت باليوزر ولا الرابط في البايو، حياكم الله. اكتب اسمي بالعربي بس في بحث الاصفر بتحصلني اول واحد، حياكم الله. وطبعا باقي الشوط الثاني، ما ادري شو بيصير الشوط الثاني، لكن الله يستر. اتوقع انها 6-7 اذا استمر الهلال هذه قوه. مرات جس يهدي الرتم زي مباراه الاتحاد، بدا الشوط الاول 3 وقبل مباراه الريان 3، بعدين هدى الرتم وصار الهلال يلعب عادي طبيعي بس يهدي اللعيبه. الشوط الثاني تقريبا بدا، لكن باذن الله بنتكلم الشوط الثاني بعد نهايه المباراه. حياكم الله، ولا تنسوا البرنامج الاصفر متفاعل دائما. اشوفكم برابط الباب. اسوأ واحد فيهم لودي، الظاهره لودي، واكثر واحد اخذ منهم حسنات لودي، واليوم احسن واحد فيهم سجل وصنع وطلع هدف من خط المرمى والباب فاضي، وتحسب بس يسجل ويصنع، لا ويتشقلب يسوي حركات غريبه. اليوم روبرتو كارلوس، من جد كان روبرتو كارلوس اليوم. اللي ما يعرف مباراة اليوم، انتهت 4-2 للهلال، تمام؟ انت بتشوف النتيجة كذا بتحسب انه المباراة كانت ممتعة وحاسمة وفي اهداف وجلد. الهلال انهى المباراة في 10 دقائق، عشان تعرفوا انه انا لما اقول لكم الهلال يلعب الشوط الاول الشوط الثاني ما يلعب، يريح في كل المباريات. الدقيقة 38 اول هدف و48 ثالث هدف وقفل خلاص، بعدين صار يطقطق يتونس 1-2 ياخذ ويلعب وما يبي يضغط وما هو كذا. هذا السبب، اقسم بالله هذا السبب. مبارياتك، مسلسلاتك، أفلامك كلها بأفضل جودة وأفضل سعر، مالك إلا سهم ستور، الرابط في البايو، وهذا كود خصم إضافي. لو شفت الوضعية ذي بأبو قفل اعتبر أنه الكرة في المرمى، ما يحتاج تشوف إلين وين واصلة، لا بس شفت الوضعية ذي قم احتفل، لا تشوف الكرة فين راحت. تعرفوا ليه أحب مالكم؟ لأنه أكثر لاعب بعيد عن الإعلام وأكثر لاعب فارق في الملعب، يصنع ويسجل في كل المباريات كبيرة وصغيرة، مو فارق. يا عيال اليوم الهلال فاز بالدفاع، تعرفوا يعني ايش بالدفاع؟ مدافعين اللي سجلوا 3 اهداف سجلوها المدافعين. فوز فوز فوز، ما في تعادل، ما في هادلك، ما هم خبر، ما هم خبر. الشيء الوحيد اللي بيخليني ما اتكلم عن مباراة الهلال انه كل مباراتهم فوز. في مستوى ما في مستوى، 3-4 وحيمشوا. انا تكلمت عن هذا الموضوع في برنامج الاصفر، اذا ما انت ضايفني تعال حبيبي حياك نتناقش ونتونس هناك. سال سؤال لجمهور الهلال، يا اخي هل انت تتابع كل مباريات الهلال؟ عن نفسي انا ما اتابع المباريات القويه يعني الكبيره بس، ومباريات اسيا. هل انت تتابع كل المباريات؟ انت عارف ان ذهب حيسجل فريقك، عارف ان انت فايز، ايش المتعه اللي قاعد تسويها؟ ما في حرقه دم، ما في عوار كذا، ما في كادش اي احد ورا عبد الله العمري. طيب شوف يا جاري، باقي 4 مباريات وحيكسر السلسله حقك، والمباراه الجايه معك جاري. هذا الشيء الوحيد اللي كنت تجعص فيه، وفي النهايه كسر سلسلتك مين؟ نجران. 55 مباراة بدون خسارة ولا أي بطولة كمان. يوم السبت كيف الطريقة؟ إيش الحل؟ الواحد صار يكره يتفرج مباريات الهلال، يا جماعة متى في مباراة تصير صعبة على الهلال؟ أحد يجاوبني، متى في مباراة صعبة؟ صاروا يخلصوا المباريات من الشوط الأول، الشوط الثاني يبدلوا الفريق، يستهبلوا، يلعبوا أي شيء. وماني عارف لودي هذا فجأة ماني عارف إيش صار فيه، صار متحول مارسيلو، روبرتو كارلوس، ماني فاهم كيف. ورجع الهلال اخذ الصدارة، لكن كل ثقة في الجار اللي معايا، كل ثقة فيك يا الاهلي، انت تقدر تسويها، تقدر تسويها في الهلال. فاكر مباراة السوبر؟ كنت قريب، حاول بس تتعادل، ما بك تفوز المباراة الجاية، بس تعادل. داخلين في سلالتك، واحد من عيالي يعرف اسم جدتك، ليش؟ بعد عنك عشان يسبك اكثر واكثر. قبل اكمل بالله مو بعيب، 5000 ولا 900000، اضغط اضافة ولايك وشير يرحم ابوك. الحين لودي اليوم منع الخلود من هدف وتسبب في هدف للهلال، ولودي يمرر ويصنع ويسوي كل شيء وفوق ذا يسجل. انت مين؟ انت ظاهر ولا روبيني ولا ايش؟ طبعا نروح من لودي ونيجي عند ابو قفل، هذا اذا اعطاك لفه الجسم هذه، اذا لفه زي كذا اعرف انه بيسجل هدف، ورب الكعبه ورب الكعبه هدف وسخ. ما من قوه الهدف، ما انه وسخ سلالتك.
راح ينقدون عليك ويتبرون منك. قدموا الخلود بأربع وكأن شيئا لم يكن. ألف مبروك الفوز لكل هلالي. والله أتوقع أخوانا دوري بنحسم من بدري، وأتوقع كل البطولات بتنحسم من بدري، وكل شيء بنحسم من بدري. ذولا يروعون العقل.